الجيش والشرطة لا اعتماد عليها. نعم. ما راح يسوون أي شيء. نحتاج إلى سلاح. إذا تساعدني ألبس أوكار لا أحجي إحنا الجيش والشرطة قلت لا أثق بك ولا بجيشك ولا بشرطة. ليس زين هو يضربك قصدي وياك يعني زين بس انتم الاخرين يعني اخواننا ما فتح تدرب المقابل لا اخواتنا هم بس هذول ما لهم شغل هذول مو يم عالم هذا يعني اصلا من صفر خط السيد الخامنئي والحرس وأبو خط رئيس الجمهورية وطلعت نعم.